ازيك يا أميرة؟ عاملة ايه؟ كويس الحمد لله. ألف مبروك نجاح عملية مريم. الله يبارك فيك. انا اشكر ربنا يعني عملتها الحمد لله. طب الحمد لله. احنا اخر مرة كنا معاكي قلتي لي كان فاضل شهور وتعمل العملية. الحمد لله عملتها. طيب ايه بقى المراحل اللي كانت قبل العملية؟ إيه بصراحة احنا مشينا مشوار طويل يعني مع الدكاترة والاشعاعات وكده. سافرت مصر، الدكتور طلب مننا اكتر من اشعة، عملنا 4 اشعاعات. بعد كده عملنا ده قبل العملية على طول تاني. عملنا اشعاعات وعملنا لها اختبار ذكاء وعملنا لها بتاع اشعة تانية مقطعية على المخ، وعملنا لها اكتر من اختبار صنعي وحسي وكده يعني. عملنا لها كل حاجة كده في المنيا. انتظرنا بقى التأمين الصحي لما يدفع جزء من المبلغ علشان خاطر الإجراءات بتاع العملية كده يعني تخلص بسرعة. بس والحمد لله يعني كنا كل شهر كده يعني نسافر 2 3 مرات في الشهر كده يعني. طيب وهي بقى دخلت أوضة العمليات، اتعملت العملية أخدت وقت قد إيه؟ لا عملت العملية خدت أكتر من بتاع 4 ساعات، لأن الدكتور لما عمل هي كان عندها ضمور في المخ وكان عندها كهرباء زيادة. فطبعا الدكتور لما عمل العملية لقي مشاكل يعني وكده، فقال لك طبعا تعبت جدا جدا في مريم، قال لك أول مرة أعمل عملية تاخد 4 ساعات يعني. هي عادة مثلا بتاخد العملية ساعة أو ساعة ونص. 2 ساعات بالكتير، قال لي كده، قال أنا باخد في العملية 2 ساعات بالكتير يعني. بس 4 ساعات وكانت العملية في الصليب كويسة بس لا نجحت الحمد لأن لله. هو بيركب لها القوقعة اللي هو بيبقى الجهاز اللي جوه اللي جوه اللي جوه المخ. اللي جوه ما هما ايه، جهاز من جوه وبعد كده الجهاز اللي من بره دوت هي حطاه حاليا. طيب وهي بقى بعد العملية بتبتدي امتى نقول تبتدي بتعمل لها بهذه جلسات تخاطب؟ التخاطب لسه شوية لأن السماعة ديت لها مراحل، كل مرحلة يعني كل مرحلة بتستغرق يعني كم يعني 4 مستويات، كل مستوى بياخد 4 أيام يعني. المستوى الأول دوت بياخد 4 أيام تشتغل السماعة بيه، المستوى التاني بياخد 4 أيام يعني لغاية ما الجهاز اللي جوه يلقط مع الجهاز ما اللي هو بره. بيشتغل يا مدام عمال بالتدريج يعني. اللي هو المستوى الأول خالص دوت ماشي رقم 1 بياخد 4 أيام، بعد ال4 أيام بيدوها بيعطينا جهاز كده بنغير بقى. المستوى التاني ده بياخد 4 أيام، التالت بياخد 4 أيام، الرابع بياخد ده اللي هو تشغلي لها بيه الجهاز مثلا كذا وقت في اليوم وتفصليه، تشتغلي بيه وقت عشان ما يتعبهاش. دي المراحل دي اللي بقول لك عليها، ده لسه المرحلة الأخيرة اللي هو الدكتور لسه هيعملها لها في مصر يعني عشان تسمع بقى ايه خلاص يعني تكون سمعت الحمد لله وتبقى تمام خالص يبقى يعني. عارف ان كل يعني كل الحاجة اللي هتعرف اللي هتقولها هي هتبقى سامعاها. لأن هو كده بيشغلها بالتدريج علشان هي طفلة، ولو على المستوى على الآخر أو عمل على الآخر كده هتتعب ومش هتقدر تستوعب وهتحش الجهاز عشان حاجة تعتبر جديدة عليها. هي بتقلي عصبية عشان خاطر ما كانتش بتسمع فما بتبقاش عارفة تتواصل مع ما الناس. هو عشان كده قال لك أنها هشغله بالتدريج خالص. وهي دلوقتي بتفضل لكم المرحلة الأخيرة بالسمع. هي كده اللي احنا كده بادئين المستوى التاني، قاعدة التاني والتالت والرابع، بعد كده نسافر مصر ونعمل لها المستوى الأخير الحمد لله. طب أنا كنت عايزة أعرف هي لما بدي اشتغل المستوى الأول والمستوى التاني هل هي متقبلة الصوت ولا بيضايقها؟ لا مش بيضايقها، هي متقبلة كده يعني وفرحانة بيك، وهي اللي بتشاور لها السماعة عشان تحطها يعني. عايزة ده نفسها يا حبيبتي. أنا شايفة الأطفال اللي من سنة هي بيلعب حواليها بيروح المدرسة كده. اصل انا كنت افتكر انه في يعني ممكن يعمل لها زنة، يعمل لها حاجة في دماغها بتحس بصداع ما تحبش تشغله. ما هو مركب لهاش الجهاز على طول يا مدام امال، ده هو عملها العملية وقعدت القطن كده لفف القطن والشاش وكده لمدة حوالي 1.5 شهر لحد ما الامور تهدى جوه، بعد كده اعطاها الجهاز. مراحل متعبة برضو بس النتيجة إن شاء الله مفرحة وتبقى لا كويسة. الحمد لله شكر ربنا، وفضل كله يرجع طبعا لربنا أولا وقناة سي تي في ثانيا يعني، وبرنامج أين أنت. بصراحة لولا ربنا دلنا عليه أنا كانت بنتي ما كنتش عالجتها ولا كنت أعرف حاجة. وهو ربنا سامح إن أنت
توصلي لحاجة تقدر تفرحك ببنتك وتخليكي تشوفي. انت برضو تعبانة، المراحل دي كلها متعبة مش حاجة سهلة. الحمد لله انا جدي، انا فرحانة ومبسوطة وفرحانة جوانية الحمد لله، عملت العملية. هو انت فرحانة ودي دموع الفرح والتعب. الحمد لله عشان ربنا ما ضيعش تعبنا بليش يعني. الحمد لله. انت شايفة عروسة زي الفل ان شاء الله. وبعدين تفتكري المراحل المتعبة دي وتقولي هي عدت صحيح مرحلة صعبة، ما كنتش اتخيل ان بنتي هتبقى كده، بس انا فرحانه بيه. صدقيني هو كان بالنسبه لي حلم يعني، انا كنت اما احلم، بس الحمد لله ربنا حقق لي حلمي وحقق لي امالي وعاش فينا برضه ان هو اشوفها زي ما قلت عروسه جميله. هتشوفيها عروسه جميله وشطوره في المدرسه وزي بقيه الاولاد اللي بتقولي في سنها ان شاء الله. ونقول من ولا حاجه، وربنا قادر على كل شيء يا رب. هو ربنا اللي سمح بانك تفرحي، يعني هو حاسس بقلبك وحاسس بتربتك فهو بيحقق لك دوت. الحمد لله جدي، وكله بالتعب وانت متقبله التعب. الحمد لله، نشكر ربنا صدقني. يعني هي مريم حاجه حلوه في حياتنا، وعمرنا ما حسسناها ان هي تعبانه ولا حاجه. صدقيني احنا قلت يا رب انت اللي عطيتها لي وانت اللي تعالجها، والحمد لله صدقيني دلنا على الطريق اللي انا مشيت فيه والحمد لله. يعني صدقيني انا لما اقعد اشكر برنامج اين انت مش هقدر اوفي الناس الكويسين اللي فيه بامانه. يعني هو ربنا سمح فربنا بعت وربنا يكمل ويفرحك. الحمد لله اشكر رب. عايزه تشوفيها ايه بقى؟ نفسك تشوفيها ايه كده تقولي مريم بقت كذا؟ انا عايزه اشوفها بنت ربنا، خدمه لربنا. ربنا يديكي ويفرحك بيها يا رب. انا عايزاها تبقى ديت سبب بركه لناس كثيره تجيبها للمسيح صدقيني. وانا قلت لربنا وعدت وقلت له مريم لو سمعت الكلام انا هخليها سبب بركه يا رب للناس كثيره ترجع ليك. انت هتقربيها من بيت ربنا، وده مش معناه ان هي تترهب يعني. لا لا مش حكايه رهبه، ان ناس كثيره بتخدم ربنا من غير ما ترهب. صحيح، انت هتخليها بنتك الكنيسه وتقربيها من ربنا، وهو ربنا يكمل. واللي عندها ماما حلوه كده وعارفه ربنا وبتشكر ربنا على كل الدقات تبقى بنت زي الفل ان شاء الله. الحمد لله نشكر ربنا. صدقيني مريم بسببها ربنا رزقني بطفلين كويسين عشان ما قصرتش فيها ولا اهملت فيها الحمد لله. يعني توأم الطفلين كارلس وبنوب ربنا عطاهم لي والحمد لله. يعني اشكر ربنا صدقيني انا حاسه من جوانا هو ربنا عطاهم لي عشان انا عشان مريم. عشان مريم تشكري ربنا على مريم فقال لك انا ربنا عطاهم لي صدقيني. بس بعد 5 سنين من بعد مريم ربنا عطاهم بعد 5 سنين، فقلت يا رب اشكرك عشان انت عطيتنا حاجه حلوه يعني كافئتني بيها. وهيكافئك كمان بنجاح عمليه مريم على الاخر، وتشوفيها بتتكلم وتسمعي صوتها تلاقيكي يعني مشتاقه انك تسمعي صوتها. ايوه طبعا وهي بتتكلم. ايوه طبعا ربنا يفرحك بيها ونجي لك كده تاني وهي مجنجله بقى وهي اللي بتتكلم معانا. طيب بإذن الله. يا مريم بقى كفايه عم دوشتي. بإذن الله انا اشوفها حاجه كبيره كده بإذن الله، وبرضه هتيجي تصورها وهي كبيره ان شاء الله. ان شاء الله وربنا بطلب من ربنا ان هو كمان يعني يرزقني بشغل عشان خاطر اساعد ابوهم في المصاريف وكده، لان يعني بصراحه يعني مصاريف الاطفال متعبه جدا. ايوه والحمل تقيل عليه هو لوحده. طبعا فربنا يرزقني بشغل اشتغل عشان خاطر اساعده بس كده في المعيشه وكده. يعني ربنا يبعث لك يا رب شغل يبقى مناسب ليكي ويريحك ويبقى مناسب مع اولادك يا رب، مع تربيه اولادك عشان انت عايزه تربيهم تربيه حلوه يا رب. ربنا يفرحك دايما يا اميره وتطمني كده على مريم ان شاء الله ويفرحك باخواتها يا رب.